السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بالتلاميذ المستوى السادس. صحيح التمارين الدائمه ماده الرياضيات. التمرين الاول اضع وانجز. اذا الوضع العمليات الاربع: عمليه الجمع، عمليه الطرح، الضرب والقسمه. اذا فهنا بالنسبه للجمع والطرح والضرب لن أشرحها لأن العملية سهلة. هنا سأشرح هذه القسمة. إذن هنا 6.16 مقسوم على 0.32 أضرب في 100 وأضرب في 100 المقسوم المقسوم عليه في 100 أحصل على 616 مقسوم على 32. إذن هنا 61 مقسوم على 32 واحد. إذن ناقص 32 باقي 26 أنزل 6. 296 مقسوم على 32 9 باقي 288. الخارج 288. اذا 296 ناقص 288 الباقي 8. هنا اضيف صفر اعتذر واضع الفاصله. هنا اضيف صفر واضع الفاصله. اذا خارج هو 2 2 2 3 64 الباقي 16 اضيف صفر والخارج هو 5. اذا 160 ناقص 160 تساوي 0. اذا الخارج هو 19.25. أرتب ترتيبا تزايديا من أصغر إلى أكبر. 3 على 4 تساوي 0.75 و 77 على 10 تساوي 7.10. إذن أصغرهم هو 0.7 ناقص 3 على 4 ناقص 0.77 ناقص 7 ناقص 7.1 ناقص 77 على 10. أحسب. إذن 4 على 3 ناقص 5 على 8. هنا المقام الواحد هو 24. إذن 3 في 8 24. 4 في 8 32. 3 في 5 15. 5 على 6 زائد 1 4 هنا المقام 1 أو المضاعف المشترك هو 12. إذن 6 في 2 تساوي 12. 5 في 2 10. 4 في 3 إذن 1 في 3 فهذا هو 10 زائد 3. أحتفظ بالمقام 1 نفس المقام. إذن 2 في 2 15 17 24. هنا أحتفظ بالمقام وهنا أجمع البسطين 10 زائد 3 تساوي 13 12. هنا القسمة تصبح ضرب 17 مقسوم على 24 في 12 على 13. إذا هنا أفكك 24. إذا 12 في 2 هنا أختزل ب 12 12 تعطينا 17 على 2 في 13 هي 26. إذا الخارج هو 17 على 26. بالنسبة للمسألة تمام. الحاسوب هو 4200 وكان واحد نسبة التخفيض هي 15%. إذا أول حاجة نحسب مبلغ التخفيض. إذا دائما مبلغ التخفيض هو 4200 في 15 900 630 درهم. هذه 630 درهم راه مبلغ التخفيض وليس مبلغ الحاسوب. هنا الثمن جديد الحاسوب لأن خفضنا 630 يعني نقصها من 4200. 4200 ناقص 630 يعطينا 3570 درهم. مبلغ التخفيض لعلبة الأوراق يعني علبة واحدة. انتباه علبة واحدة 75 لأن نسبة التخفيض هي 25% إذا 95 في 25 مقسومة 100 هي 23.75. إذا الثمن الجديد للعلبة هو 95 ناقص 23.75 كتبنا 71.25. وكم من علبة لدينا؟ لدينا 3 علب. إذا 71 في 25.25 في 3 تعطينا 213.75. إذا الثمن العلب ثلاث العلب هو 213.75. ثمن الحاسوب هو 3570. إذا التكلفة هي 3570 زائد 213.75 تعطينا 3783.75. الباقي يعني هو لديه 5000 ناقص 3783.75 تعطينا 1216.2 درهم. إذا هذا هو المبلغ المتبقي والتكلفة. إذا السرعة المتوسطة للسيارة ونعلم أن السرعة تساوي المسافة على المدة. إذا المسافة هنا كم تساوي المسافة؟ هو 7.5 كيلومترات ولكن المدة هنا 5 متر. إذا 5 متر لابد من تحويلها إلى إلى الساعة. و 5 تساوي 5 على 60 أور. إذا في كتساوي الدي على الدي. ممكن استعمال الجدول التناسبية. الجدول التناسبي كيكون أسهل. إذا في كتساوي 7.5 هي المسافة مقسومة على المدة هي 5 على 16. 7.5 في 60 مقسومة على 5 لأن القسمة تصبح ضرب
هي 90 كيلومتر باغ اوغ، هي السرعة المتوسطة. المسافة، المسافة كتساوي دي كتساوي في تي، وفي تي شنا هي؟ هو ساعة ونصف، ساعة ونصف هي 90 على 60، إذا 90 في 90 مقسومة 60 تعطينا 135 كيلومتر، إذا دي كتساوي في تي. هنا المسافة الحقيقية، إذا عندنا واحد السلم، والسلم هو 1000 على 5 مليون، والسلم يساوي السلم هو المسافة على التصميم على المسافة الحقيقية. إذا بغينا المسافة الحقيقية هي المسافة على التصميم مقسومة على السلم. وشنو هي المسافة على التصميم؟ هي 4.3 سنتيمتر مقسومة على 1 على 5 ملايين. إذا القسمة تصبح ضرب هي 4 في 3، 4.3 في 5 ملايين تعطينا 215 أو 21 مليون و 500 ألف. إذن أحولها إلى الكيلومتر وتعطينا 215 كيلومتر. إذن شكرا على حسن انتباهكم وإلى اللقاء.